مشاهدينا في كل مكان، صباح الخير عليكم جميعا. تحايا الصباح لكم من على ضفاف النيل، التحية لكم ولنيلنا هذا الوفي لنا برقم عقوقنا، ونظل نحكيه ونشكو همنا أشواقنا آلامنا أحلامنا، ما مل يوما أو أصيب بعشر فيض من ضجر عن صبحنا، لون الثقافة والتبتل والتصوف كيف ذاب اللون وانفك السمر. تحية لكم وفي هذا الصباح ولكل حاملي النبض الصباحي وهذا السعي وهذه النوافذ المفتوحة صباحا على كل مداخل الأمل والعمل. تحايا الصباح لكل مشاهدي صباح الشروق وكل الأمنيات بيوم موفق للجميع. صباحكم خير.
كل وسامة كلي رصامة 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 كل التحايا لكم مشاهدينا، ودائما خلال الصباح نحتفي بهذه المشاهد الجميلة. التحية للأستاذ عبد القادر سالم، والتحايا لهذا الموروث الثقافي السوداني الذي يمثل ذات السوداني ويمثل وجدان السوداني.